زواج أولاد العم الجزء الثامن. زواج أولاد العم هو الزواج المقرور في الدين الإسلامي، الزواج الصحيح في الدين الإسلامي، الزواج الذي أمر له الدين الإسلامي من خلال الآيات المنزلة في القرآن الكريم والأحاديث التي قالها الرسول، مثل الرسول عليه الصلاة والسلام قال صرحا: خير امرأة بنت العم. ومن دلائل زواج أولاد العم في الإسلام منها أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الثوب الأصفر، والثوب هو القماش أو الخيط أو الصوف الذي يلبس على جسم الإنسان ليغطي من عوراته ويغطي من العورة، إنه الإنسان والمسلم يستحي إنه الناس تنظر إلى نواقصه ومكان مخارج نواقصه ومحل مخارج الأوساخ والنجاسات التي هي في العورة، فيغطيها ويوارئها ويحجبها عن الناس باللبس الثوب. وهذا اللبس في الناس هو أمر من الله من زمن سيدنا آدم وحواء في الجنة، إنه بعد ما أكلوا من الشجرة إنه أظهرت سوآتهم، عورتهم انكشفت، واضطروا لأخذ الصفق من الشجرة للجنة ليغطوا به عوراتهم. والإسلام فيه الحجاب، أمر بالحجاب في القرآن للمرأة وللذكر، ولبس الثوب هو لذلك لتغطية الأذى. ونهى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عن لبس الثوب الأصفر لأن اللون الأصفر يرمز إلى الأذى، فهو الأذى فيه رأى، الأصفر الأذى فيه رأى، إنه اللون الأصفر لأنه اللون الأصفر هو اللون الذي يأتي بعد اللون الأبيض، إنه اللون الأبيض ده لو زادوه شوية حمرة أو شوية سواد أو غمضوا لونه شوية بيجي اللون الأصفر، فلذلك اللون الأصفر هو بعد اللون الأبيض، واللون الأبيض هو لون الطهر ولون القدسية ولون العفة ولون الشرف ولون الحنف، لأن اللون الأبيض هو تكرار لمنظر النور، ولذلك فيه هذا المعنى الطاهر لأنه عدم الاختلاف. لكن باقي الألوان الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق والأسود كله يختلف من لون النور الذي يوريه، ولذلك هو ليس فيه معنى الطهر كما في معنى اللون الأبيض. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: خير اللباس الأبيض هو الإنسان يستر في عوراته لمعنى الطهر، للتذكير بآيات الطهر وللتذكير بوجود الله. ونهى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الثوب الأصفر، والثوب الأصفر يرمز إلى النجاسة، لأنه اللون الأصفر هو بعد من اللون الأبيض. ولذلك لأن الثوب أصلا في مقصده هو أن يواري ويغطي من عورة الإنسان، فاللون الأصفر يذكر بالأذى، ولذلك كأنه لم يفعل شيء يناقض المعنى الأساسي في لبس الثوب. ولذلك نهى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عن لبس الثوب الأصفر. وعندما أتى رجل لابس الأصفر بعد ما خرج هذا الرجل وطلع، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم، كانوا يعني يحذرونه وينصحونه في لبس هذا الثوب الأصفر. ولذلك لبس الثوب الأصفر هو التذكير بالنواقص التي حجبت في الثوب. فهذا الحديث فيه دلالة على أن الزواج قال الله سبحانه وتعالى: نساءكم لباس لكم وأنتم لباس لكم. فالزواج مقصده اللبس ومقصده السترة، إن الرجل وبنت عمه الأكفاء عندما يكون في بعد، هذا البعد يذكر إلى الاختلاف ويقصد به منطقة الاختلاف، منطقة العورة، إن واحد فيهم ذكر واحد أنثى، وإلى
كل ما يحمله هذا التسكير من معاني مقرفة ومعاني نقيصة ومعاني نجاسة لا تؤيد وجود الله. فعندما يتزوج ويجتمع الرجل وبنت عمه الأكفاء، جمعهم وتغربهم يذكر إلى المتشابه منهم إن هم الاثنين أولاد عم، نسبهم واحد من نفس الجد، إن هم في نفس العمر، إنهم في نفس الشكل، في نفس اللون، في نفس العمل، في نفس الدراسة، كل الأشياء المتشابهة بينهم يتذكروها الناس ويختفي الاختلاف بينهم، فيكون حصل السترة في التذكير. فإنهم لأن الأشياء المختلفة تبعد والأشياء المتشابهة تجمع، هذه قاعدة ثابتة. فعندما يجتمع في زواج الذكر وبنت عمه يكون السترة، لأنه لا يذكر بالاختلاف والبعد، وإنما يذكر بالاجتماع والمتشابه، فيكون حصل سترة. ولذلك فيه فخر الزواج وفيه عزة، لأنه يختفي فيه التذكير بالاختلاف الذي هو نجاسة وعدم طهر وقلة أدب حتى. والرسول عليه الصلاة والسلام في نهيه عن الثوب الأصفر إنه الإنسان يكون مستور، وما زال يظهر من معاني السيئة باللون الأصفر، نهي الرسول عن هذا اللبس، نوع من اللبس فيه نهي كذلك من لبس الزواج الذي ليس فيه سترة، الذي ما زال يذكر بالاختلاف، وهو زواج الغريب. إن الرجل والأنثى لا يكونوا أولاد عم أكفاء في كل شيء، ولكن مستورين، ولكن يكونوا غريبين، أقرباء مختلفين في كل شيء. فيكون زواجهم وتقربهم ليس انتهاء وتسكير بالمختلف، وإنما تسكير إلى المختلف، ليس انتهاء للتذكير بالمختلف كما يكون في زواج أولاد العم، ولكن زواج الغريب هو تذكير. يا دابو بدوا يتكلموا عن المختلف وعن الجماع، إنهم قالوا المختلف يجتمع، فذكروا بعملية الجماع التي فيها يجتمع عورة الذكر وعورة الأنثى المختلفتين. وقال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: كاسيات عاريات. إنه الإنسان يقول إنه كسى، إنه تزوج، إنه تعفى، إنه أنستر، ولكن لأنه هم كل واحد غريب من الثاني، ما أولاد عم، ما زال في العار، فهم كاسيات عاريات، ما زال في العار في زواج الغريب. أما زواج أولاد العم سترة، وهذه السترة في زواج أولاد العم في عدم ذكر الاختلاف بينهم، وتقويان المعاني المتشابهة الكفاءة بينهم، يكون فيها تذكير إلى أن هذه العملية بتاعت الخلق التي هي من الزواج هي في طهر، في عدم تذكير واختلاف، لأن الاختلاف نجاسة، فعدم الاختلاف هو طهر. لذلك هي علاقة طاهرة، علاقة زواج أولاد العم، رضاها الناس قبل الإسلام، ويرضاها الله ورسوله في الإسلام. ولذلك كثرت الآيات والأحاديث التي تقر وتؤيد إلى زواج أولاد العم، ولأن الزواج ذاته من آيات الله. قال الله: ومن آياته إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. إنه عندما يكون الزوج من النفس، من ابن عمك، مما هو يماثلك، ما لأن نفسك يقصد بها مثلك أزواجه، إنه هذا الزواج عندما يكون بين المتشابه الكفء من أولاد العم يكون فيه عدم إغرار وتسخير إلى العورات والاختلاف والنواقص، فيكون علاقة طاهرة تؤيد إلى أن الخالق الله طاهر، كما أن الخلق، طريقة الخلق، هذه الأطفال التي تكون من زواج أولاد العم يكون في حال طاهر، يغدرون ويقبلون بطهر الله، لا يرون فيه إنه فيه نقص لهم أو ضدهم أو يعاديهم، ولكن إنهم يتماشي مع طريقة حياتهم بالطريقة اللي ولدوهم بها. ولذلك خطورة الأطفال من زواج الغريب إنهم يكونوا ملحدين، إنهم لم يعرفوا الطهر،
فليس لهم قبولية مثبتة للرضاء بقدسية الله وبطهر الله وبالدين الإسلامي. فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما نهى عن لبس الثوب الأصفر وعندما نهى عن الكاسيات والعاريات، كله فيه القول بنهي الزواج الذي لا يكون فيه السترة، الذي هو زواج القريب، الذي هو عار يعري ويذكر بالعورات والاختلاف والجماع. وإنما الزواج الصحيح والزواج المستور، الزواج الطيب، هو زواج أولاد العم. بيت الله بمكة هو في وسط قرب العرب، وسط يقصد به مكان العانة لأنها في وسط الإنسان، وغرب يقصد بها التقريب أو التبعيد أو الغطاء، لأن الغرب هو نزول الشمس وغموض الليل والسترة. فبيت الله هو في منطقة طاهرة في الحجاز في وسط غرب العرب، يعني وسط غرب يعني نهي وستر كل المعاني التي في العانة وفي العورة، اللي هو التذكر إلى الطهور وإلى قدسية وكمال الله. ولذلك بيت الله في هذا المكان. وكما أن بيت الله في الإسلام هو في وسط غرب العرب، وهو ستر العورة وسط التي في وسط الناس، هي لمعرفة وجود الله، إنه في بيت الله الذي يحجونه المسلمون، يحجونه لمعرفة وتأييد وجود الله، فيرون من آيات الله التي في الأماكن بيت الله بمكة، يحجونها من جبال الصفا والمروة والوادي اللي فيه بيت الله، حوله جبال وجبال عرفة. كل هذه المظاهر للطهر والمعاني التي تؤيد وجود الله هي في وسط غرب العرب، إنه الوسط العورة أو العانة تكون في غرب مستورة، ولذلك ستر العورة هي من مؤيدات وجود الله. ولذلك لأن زواج أولاد العم فيه ستر العورة معنويا، إنه الرجل والأنثى عندما يكونوا أولاد عم أكفاء متشابهين في كل شيء، بعدهم من بعض في قبل الزواج يكون تذكير للاختلاف بينهم، لأن المختلف يبعد من بعض خوف المضرة. فهذا البعد يذكر بالاختلاف، ويذكر بمنطقة العانة، ويذكر بمنطقة العورة. أما بعد ما يتزوج الأولاد العم الأكفاء، فيكون تغربهم يذكر بعكسه من السترة ومن التشابه بينهم، لأن الشيئين المختلفتين يبعدان، والشيئين المتشابهان يجمعان. هذه قاعدة ثابتة، لأن الشيئين المتشابهين لهم حقية أن يكونوا مع بعض، لأنه ليس فيها مضرة ولا نقص. أما المختلف أن يبعد من بعض حتى لا يكون الفساد، حتى لا يدمر الواحد الآخر أو ينقص منه أو كذا. وسبحان الله، إن الله بعد يعني خلق الإنسان في 6 شعوب: الأفارقة والأوروبيين والعرب والفرس والهنود والصين، وجعل بين كل أرض من هذه الأراضي بحار كبيرة تفرزهم وتكون فصل بينهم، لأنهم مختلفين. فسبحان الله، الله خلق بين بلاد العرب وبلاد الأفارقة أو الحبش أو السودان بلغة العرب، جعل بينه البحر الأحمر المتوسط، سوري، البحر الأحمر. أما في بين بلاد أوروبا وبلاد أفريقيا، كان في البحر الأبيض المتوسط، وبين بلاد العرب وبلاد الفرس بينهم الخليج العربي أو الخليج الفارسي. فكل هذه المياه الكبيرة تكون فيها فصل بين الشعوب. وقال الله:
البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبقيان، إنه حتى بين الماء والماء المتشابه إنه عشان مختلفين يكون بينهم الفصل، والبرزخ يقصد به الفصل والحجاب بينهم. فالاختلاف دائما مستبعد، حتى في الوجه الإنساني الحنيف الأنف تشابه الذكر والفم تشابه الأنثى، فهما في حالة مستبعدة في مكان الشاربة والشنب في الرجال. فلذلك عندما الرجل وبنت عمه يرضوا يأتوا إلى وحدة، إلى زواج، إلى عرس، وكلمة عرس هي من عار سيء، يعني يقولون إن العار وهو إنه يكون هما في بعد من بعض، يذكرون إلى اختلافهم هو سيء، فيقول نتقرب نكون شيء واحد زوجين. ففي هذا التقرب يكون زوجين، قالوا بأن العار سيء، نكروا العار. وكلمة الزواج هي من الزيج أو الزي، يجي يعني زي بعض، يجوا إلى بعض. والزواج بين أولاد العم الأكفاء عندما يجتمعوا في عرس يقولوا بأنهم يعني تعبوا من حالة العار، إنهم في بعد من بعض وهم متشابهين في كل شيء، فهذا البعد يذكر إلى الاختلاف، إلى العورة والنواقص وإلى الذل، فأرادوا العزة والكرامة والطهر وأتوا إلى زواج بينهم. هذا يسمى عرس، وهذا يخفي ينسي ويستر من الاختلاف العورة بينهم، بعد ما يكون الرجل وبنت عمه الأكفاء المتشابهين في كل شيء يجتمعوا إلى زواج، تغربهم يذكر بأنه الأشياء المشابهة التي تجمع مع بعضها، فينسى من معاني الاختلاف في العورة، وهو لذلك ستر للعورة. ولأن بيت الله بمكة في وسط غرب، يعني منطقة الوسط مغربة ومستورة، فلذلك الزواج آية من آيات الله، قال الله وجعل لكم من أنفسكم أزواجا، ولذلك زواج أولاد العم مؤيد في الدين الإسلامي، لأنه يؤيد إلى وجود الله، لأنه يذكر بالطهر وعدم الاختلاف، ويكون يقر إلى وجود بيت الله بمكة في وسط غرب العرب. في الإسلام في الذات واحترام الذات والزيت في الإسلام، والزواج من أولاد العم يكون مواصلة الإنسان لنفسه وعدم تدميرها بذاته ودم الغريب. إن الله خلق الناس في شعوب وقبائل، وفي القبائل في عائلات، فهذه الاختلاف في الشعوب والقبائل والعائلات يسمى الذات أو الهوية. والإسلام حرم العبودية وحرر العبيد، والإسلام فيه الحرية، حتى الله أعطى كل الناس حرية أن يعبدوا الله أو لم يعبدوه، وقال الله لا إكراه في الدين، إنه ما في إكراه، ما في زول بيغصبوه ويتعمدوا عليه ويجبروه على الدين الإسلامي، لا إكراه في الدين. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم أتاه صحابي قال له إن ابنه نصراني أو مسيحي يريد أن يدخله إلى الإسلام بالغصب، فنكر الرسول عليه الصلاة والسلام عليه ذلك، لم يقره على أن يفعل ذلك. فهذه الحرية هي تأتي من احترام الذات والهوية، ولذلك الذات مهمة والهوية مهمة. والذات من الأمان، إنه الشيء لما يكون يعرف ما هو فيه أمان من الشيء الملتبس، والشيء كل ما يزيد في هويته في ذاته، كل ما زاد في عزته وشرفه ومكانته. إنه مثلا الإنسان كل ما يكون فيه صفات نفسه تزيد، كل ما زادت مكانته بين الناس، وكل ما زاد جماله. يعني في التفاح كل ما كانت التفاحة زادت حمرتها وزادت حلاوة طعمها، كل ما
كانت أحسن من التفاح الأقل لونه باهت، أحمر باهت وكده. فنفس الشيء، وهذا الشيء يسمى الملك أو الملك، الملك. والملك في الناس هو السلطان والحاكم والشيخ الذي وجد أهله شعبه أو قبيلته، إنه فيه أكثر واحد فيهم فيه الصفات التي فيها مميزات شعبهم أو قبيلتهم، فيقولون إنه الملك، ملكهم، ملكهم. فمثلا في الحيوانات الأسد هو الملك، لأن الحيوانات ترمز إلى الجسم، يعني للإنسان الجسم والوعي وكذا، يعني الوعي والذوق والشم والرؤية والوعي واللمس. فالحيوانات في حالة دائمة، في هذا الحال الحيوانات ليس فيها روح ولا عقل ولا، فهي في حالة دائمة في وعي. ولذلك لأن الأسد هو الحيوان الذي يرمز إلى يسوي أد، الذي يقول إنه أعطي الوعي، ولذلك هو حيوان شرس وحيوان كبير يعني. فلذلك يقال إنه أسد، الأسد هو ملك الحيوانات. ومثلا في زمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، كان جده سيد قريش، وهو كان من أسياد قريش، وقريش هي القبيلة التي تسكن في بيت الله، جنب بيت الله. ولأنه فيهم السيادة، فيهم عظمة الشأن والصفات الحميدة في قبيلتهم، أعطوهم إنهم هم السيد، والسيد هو مثل الملك، فله أسماء كثيرة، ولكن هو نوع من أنواع الملك. ففي الدين الإسلامي في الذات وفي الزيت وفي الهوية، وإنه نبي الله سليمان، وهو كان ابن نبي الله داود، كانوا ملوك، كانوا ملوك على اليهود. وسيدنا سليمان عليه السلام كان أعظم ملك حصل في تاريخ الإنسانية وحيحصل في تاريخ الإنسانية. وهذا الاحترام للذات في الملك، إنه الإنسان، الناس اللي بيكون عندهم ملك بيقولوا إنه نحن حاجة طبيعية في الوجود، إنه نحن عندنا حقية الوجود وحقية الحياء، إنه نحن معروفين هويتنا شنو، ذاتنا شنو. ولذلك أهمية الملوك، وكان عند وعند يكون عندهم السلطة، ويكون عندهم الجيش، ويكون عندهم الفخر بقبيلتهم أو الشعب الذي ينتمون إليه. وفي نقص الذات والهوية ينقص مكانة الإنسان، يعني مثلا التفاح اللي بيكون باهت لونه ممكن يتباع بالرخيص، أما التفاح فيه كثرة الطعم الحلو، وفيه جمال الشكل وجمال الحمرة وكذا، بيبيعوه بأكتر. فالزواج من أولاد العم هو استمرارية للهوية وللذات وإلى شكل الإنسان وإلى خلق. قال الله في القرآن أن الشيطان قال له إنه يغير خلق الله، وزواج القريب هو تغيير لخلق الله، إنه الإنسان لما يتزوج من قبيلة أو شعب إنساني آخر أو عائلة أخرى بيحصل رغبة في الدم، فبيفسد من النسب يعني في الإنسانية عادية. إنه الإنسان سهل لأنه ينسب، يعني زول لو شاف إفريقي راجل أسود وشعره خشن بيقول أفريقي بسرعة يعني، لو زول شاف له راجل أبيض وشعره أشجر عادي سريع بيقول هذا أوروبي. ولو الإنسان شاف له رجل عربي فيه لونه أصفر وشعره أسود وشفاهه بنفسجية وعيونه بيضة كبيرة وشعره أسود ناعم بيقول ده عربي. ففي كل شكل في الناس، مثلا إنسان شاف إنسان شعره أسود شديد السواد ولونه أبيض شديد البياض بيعرفه بقول فارسي. فهذا الهوية، وضوح الهوية فيها الجمال، إنه الإنسان سرعة المعرفة بيساعد في الفهم، إنه فيه احترام
بيقولوا إنه الشيء لما يكون واضح، ما زي الشيء المشتبه إنه حاجة مسروقة أو حاجة خاطئة يستروا فيها الناس. أما هذا الوضوح والانتماء فيه الجمال وفيه العزة، إنه أهله ما نازنوا مع ناس غرباء، غيروا شكلهم وكذا. فعندما يحصل الزنا وهو زواج الغريب، الأطفال يتولدوا فيه النقص في الهوية. قال الله سبحانه وتعالى: مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لأنه في بعض الناس يقول لك خاطف لونين أو عنده بقى زيادة على الناس، إنه الإنسان هذا اللي بيكون نصه مثلا أوروبي، أب أمه بيضاء وأبوه أفريقي أسود، بيقولوا هو أوروبي وهو أفريقي. أما القرآن نفى عن ذلك، قال مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ما فيهم كمالية الأوروبيين حتى يقال عليهم أوروبيين، ولا فيهم كمالية الانتماء إلى الأفارقة فيقال عليهم أفارقة. فهم في فقد، في خسارة، إنه هذا الشيء الذي يسمى الهوية، الشيء الذي يسمى الذات، اللي فيه الانتماء إلى أناس واحدين، قال الله فصيلته التي تأويه، إنه هم ناقصين فيه، إنه هم ما عندهم هذا الانتماء الواضح، ولذلك فيه المفسدة. وعندهم انتماء بالنص فقط، فهو نقص من باقي الناس اللي عندهم الانتماء الكامل، فيجعلهم أقل من الناس في العطاء الهوية. ولذلك هم أقل من الناس في المنافع التي تأتي من وجود الهوية. يعني لو قالوا الأوروبيين كلهم، أي زول أوروبي يدوه تفاحة لأنه نصه فقط أوروبي، بيدوه نص تفاحة، فالعطاء نقص عنده، ولذلك هي مفسدة. فزواج الغريب اللي فيه بيكون بيفسد الذات والهوية وينقصها، فيه مفسدة، فيه نقص، والناس مفروض ترفض النقص. يريدون الشمولية، بالذات المسلمين والإسلام، لأن الإسلام فيه هو عبودية، استسلام ورضاء وعجب ورضاء بوجود إله كامل الطهر القدوس. إن الله في الإسلام فيه الكمال، فيه القدوسية، لم يلد لم يولد. قال الله: قرآن غير ذي عوج. قال الله عن القرآن: لا ريب فيه، إن الله شأنه عظيم، ليس فيه ريب، شديد المحال، ليس فيه عوج، ليس فيه نقص ولا نقيص، فالله كامل. فالمسلمين الذين يعظمون أعظم شيء في شأن دينهم وفي شأن حياتهم هو الله الكامل الطهر القدوس، يجب أن يرضوا فقط بالكماليات، ولا يرضوا بالنقيصة في أولادهم، إنه أولادهم يكونوا أمهم غريبة أو أبوهم غريب، وفيهم فقط نص الهوية، نص الانتماء، أقل من الناس، في حالة اختلاط بين شيئين مختلفين، في حالة نجاسة ثابتة، ما نجاسة مثلا زرت يتوضى بعدها، أو عمل جماع مع بنت عمه اغتسل بعده، نجاسة مؤقتة. أما الجماع، أما الأطفال الذين يأتون من جنسين هويتين مختلفة، فهم في حالة نجاسة ونقص دائم لا ينتهي حتى الموت. وفي الإسلام في صوم رمضان، ويقصد به الصوم والبعد وترك النواقص، لأنه شهر رمضان هو الشهر التاسع. فالكمال هو كمال العطاء، هو العشرة، حتى الأصابع اليدين هم عشرة، وأصابع الرجلين الذي يمشي بها إنسان للعمل للعطاء هم عشرة. فالعشرة هم رقم العطاء، فالإنسان يأخذ بيدينه، يدينه فيها 10 أصابع، ولذلك التزعة هي نقص من العشرة، فهي تذكير إلى النقص. ولذلك في المسلمين يصومون شهر رمضان، والصوم هو السي يئم، فالشيء لما يكون السي يئم الناس بالصوم وتبعد منه، ولذلك المسلمين يصومون رمضان حتى يقولوا بأنهم ينكرون النقص والنواقص، لأنهم يعبدون إله كامل.
فنقص في الذات من الزواج القريب هذا غير مرضي، غير معاني الدين الإسلامي، لأن الصوم رمضان من أكبر الفرائض الخمسة التي بني الإسلام عليها ويثبت عليها الدين، من شهادة لا إله إلا الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إلى لمن استطاع إليه سبيلا. فصوم رمضان هو من أكبر الفرائض وفرض يقصد به، إن لم يفعل يدخل صاحبه النار، وعن عمله فإنه ثابت في الدين لا شك في دينه. ولذلك الصوم رمضان هو شيء كبير في الإسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله سبحانه وتعالى قال كل شيء يجازي به، أما الصوم فجزاؤه يعني خلصة، يعني هيكون شيء عجيب، هيكون شيء كبير، لأنه هو هذا الصيام هو رفض النقيصة، فهو تعظيم لشأن الله الكامل. وأي مسلم فيه هذه المعاني وارتبط بهذه المعاني الكمالية من كمال وجود الله، كمال قدسية الله وطهره، ويصوم رمضان ويصوم النقص ولا يرضى بالنقيصة. وقال الله العزة لله ورسوله والمؤمنين إنه لا يرضى النقيصة في أهله في أبنائه، فلا يرضى زواج الغريب وتدمير الذات والهوية بذات أخرى مختلفة، ولكن يرضى بزواج أولاد العم الذي فيه استمرارية الذات والهوية. والذات والهوية مهمة، لأن الإنسان عنده اسم، عنده ذات تنسب له أعماله إليها، إن كانت هذه الأعمال خيرة يجازى فيها، إن كانت هذه الأعمال سيئة يعاقب عليها ويحذر وينصح منها. فهذه الذات مهمة، إن الإنسان المسلم عنده بعد ما يعمل أعمال الصالحة إنه يوم القيامة الله حيجازيه، فلازم يكون في هوية يعطى إليها. فالإنسان ليس له هوية كالبيت الذي ليس له عنوان يرسل إليه. فالزول اللي بيكون عنده هوية الله يعني حيدي الجزاء لمنه، حيقول لمنه ابن منه. يعني مثلا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كل أعمال دينه أعمال صلاحه عبادته إلى الله، الجزاء الذي يأتيه إليه من الله حيكون يقال إلى محمد بن عبد الله القريشي العربي. أما الإنسان فاقد الهوية أو هويته ناقصة ففي صعوبية، في إشكالية، في شبهة، فإنه حينسب إليه عمله، حيعطى لمنه، يعني حيقول إنه حيعطى لمنه، لأنه هو إنسان فاقد الهوية، صعب وصفه إلى ناس معينين، فهو في حالة مضرة. ولذلك سيدنا إسماعيل اسمه إسماعيل، يسمى يعيل، اسمها يعيل، والعيل هي العيل هي المعلة، والمعلة هي العلة، والعلة هي العيب أو العي أو التعب أو المشقة أو المرض. فاسمه يعني الاسم عيل، الاسم صعب يسمى، لأنه إسماعيل عليه السلام كان أمه من الحبشة هاجر، وأبوه إبراهيم من الفرس، فصعب، ما عنده اسم، إسماعيل سمه في النهاية. فلذلك الذات مهمة للعمل، فالإنسان لأنه هو الكائن الذي يعمل، لأنه الإنسان ما حيوان، الإنسان ما بقرة أكلت من النجيلة طوالي، ولا غنماية نامت تحت ظل شجرة، لكن الإنسان بيبني بيته، والإنسان بيطبخ أكله، فبيعمل أشياء تنسب إليه. فالإنسان لازم يكون عنده هوية وعنده ذات تنسب إليه الأعمال. فالإنسان لما يكون فاقد للهوية إنه يشهر بأنه فاقد للكسب، يعني عشان كده الناس لما يكون الإنسان فاقد هوية إنه ابن حرام، ابن زنا، ابن زواج غريب من قبائل مختلفة، مهما عمل وأنتج يعني حيقولوا حينسبوا له شنو، يعني كأنه ما في فائدة، لأنه ما في ذات هوية معينة حينسب إليه هذا العمل.
ولذلك هو فقد في الإنسانية، لأن الإنسانية هي كائن التكوين والعمل، فلازم يكون عندها هوية معينة، ولازم يكون عندها ذات معينة. ينسب إليها الأعمال. والرسول عليه الصلاة والسلام وصى أن الأطفال يدوهم اسم جميل، وهو تذكير إلى أن الإنسان في هويته وذاته لازم تكون هوية كويسة. فزي ما الرسول وصى أن الطفل يدوه اسم كويس، فيه توصية أنه يدوه ذات كويسة وهوية كويسة، ما ناقصة، ما مرغبة بذات وهوية ناس أخرين. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تخيروا لنطفكم، يعني لما تختار اختار المرأة اللي بتكون كفء لك، عشان ما يحصل خلط وإفساد في هويتك لأطفالك، إنه يكون في استمرارية وإتمام للهوية من الإنسان اللي بتختارها، من بنات عمك، إنها تكون الكفء المشابهة لك. ولذلك زواج أولاد العم من أسمى معانيه وفضائله ومنافعه هو استمرار الذات والهوية في الناس، حتى الإنسان يكون له شكل ينسب إلى ناس معينين، واسم ينسب إلى ناس معينين، وليس مذبذب بين القبائل والشعوب. ولذلك زواج أولاد العم فيه فضل، إنه يساعد إلى الحفظ بالذات والهوية التي يأمر بها الإسلام